الله يسمعكم خبر الخير. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مباشرة من أمام ثانوية المسيرة الخضراء هيليا بمدينة مكناس. طبعا الله يسمح لنا من الوالدين وكل شيء من الوالدين، إلا كاين إلا نجحتي من الوالدين ولا فشلتي من الوالدين. هنا الوليدات كيدوزوا، كنشوفوا الأمهات ديالهم اللي ما بغاوش يمشي وكيقولوا أن قلوبنا مع وليداتنا ومع وليدات المسلمين. طبعا من الصباح هما تيدعيو لوليداتهم ولوليدات المسلمين اللي غيدوزوا معاهم كاملين، وحنا كذلك بدورنا كنتمناو لهم التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين، ونتمناو لهم النجاح. طبعا غادي ناخذ الكلمه من عند وحده اللي بنتك ولا ولدك؟ ولدي. ولدك. عاودي لنا على ولدك قبل ما يدخل، شنو كان كيقول لك؟ واش بريبا البارح؟ واش كان كيوجد؟ كان كيوجد هذه اكثر من سيمانه هو تيوجد. ايوا تيحفظ، وكنتمنى من الله التوفيق للجميع. امين. للجميع. دابا راهم دخلوا، الله يوفقهم، الله يوفقهم كاملين. امين. كان خايف وليدك في الاول؟ وشويه شويه خايف شويه من طبيعه الحال. غادي حاولتي تقدمي له الدعم النفسي؟ إيه بصح حاولت ما امكن، وفيقته الصباح بكري شويه ودرتي له داكشي ديال الزبيب وديال الكركاع والبيستاش. عطيتو التمر. عطيتو التمر حتى انت عطيتيه لها؟ زعما كانت وليدك هي. بصح الله يستر الامور، الله يستر. الشكاره في الباب ما خلاوهاش تدخل. انا نرجع عندك. نعم. جبت لها الزبيب زعما جابته في الشكيكر تاع صغيره تاع كادو، حيدوا لها في الباب، حيدوا لها الشكاره. داو لها الزبيب. داو لها الزبيب بلاتها مسكينه. ما قلت لك انا واخا كان نقرا واخا كان وجد كتشكي ليا من العقل ديالي. لا شوف، هو كيوقع داك في الاول كيوقع داك الخوف وداك الخلعه اللي كتخليه يحس كونكو داك الشيء اللي قرا كله ما بقى حتى حاجه غير خلاليا. خوافه كتشوف غير بوليسي كتفشل، ولكن ان شاء الله في الامتحان غادي تكونسونطرا في الامتحان. قدمتي لها الدعم النفسي قبل ما تدخل؟ شنو قلتي لها؟ غير الزبيب طبعا. ايوا راني كعليها كولي التمر كولي الزبيب كولي، راني غير تنعطيها. وشوف هي لا ما شوف هي الا ما قفلت راه ما تفورش. لا والو. قفلت هي شي شويه زعما حضرت. دابا شي شويه راه شي شويه زعما راه شدات شي شويه مع خوها تبارك الله استاذ راه كيعاونها. ايوا صافي من خوها استاذ راه ان شاء الله ناجحه، لانه واحد الحسيمه لانه هو غادي يكون كيعرف يعني التمارين اللي غادي تحتاجو. الحويجات الفرنسي الحويجات اللي خاصها انها لاباز اللي خاصها تخدم عليه. يعني غادي تكون كتعرف. نتمنوا لها التيسير ليها ولوليدات المسلمين كاع. امين يا رب توفقهم. غير هي الصباح جات شويه دهشانه، ما الليل كل ما نعساتش نيت مع كثره السهر ما نعساتش، مع كل مره كتنوض تضرب الفقد في الادوات ديالها، كل مره ما نعساتش وراه جايه الصباح مدوره ماشي هي هذيك. حاولتي تقولي لها بلي ان شاء الله راكي غتنجحي وان شاء الله ربي يسهل الامور. حنا غادي معاهم بهذا الشيء باش كنواكدوهم. راه هي اي حاجه هي الحفاظه، ملي كتزير كتقول لك اجي قسي حدايا. حتى في الحفاظه؟ حتى في الحفاظه كتقول لك ماما اجي قسي حدايا. كتعطيها هذاك الانرجي. عاد كترتاح شويه وكتبدا تسول، كتسالني ماما يا كمان ما نخافش من هذا الشيء، ماما يا رب طيحنا في الاساتذه زوينك، ولا حتى راهم عندهم وليداتهم. بصح. راهم ضروري غادي يحسوا بهذا بوليداتهم، اللي جاوا يديروا غادي يحسوا بوليداتهم. خصوصا غادي يحسوا يعني بالتلاميذ اللي دازوا في هذه الظروف ديال كورونا، كاينين كان التعليم عن بعد، كان بزاف ديال المشاكل. مع الله كيسالوا من الامتحانات ديال هذا، عاوتاني شدوا في هذا المحاد هذا، راك عارفه كلشي جايهم مزير. تنتمنى من سيدي ربي الحبيب يعاونهم. البنت ديالك عارفه كي راكي باقا برا كتسنايها؟ لا ما عرفاتش، انا قلت لها غادي يمشي، ولكن انا ما هنتنيش نفسي، هي كدوز لداخل وانا على برا. نفسك مسمحه لك تمشي؟ ما ارتاحيتش، ما ارتاحيتش نمشي والله. ما كي تصحابي كتسميتي غدا راه غتنسى داك الشيء. ما نعرفش نفسيتك. والله العظيم لا سامحه في الدار ما دارتش شي حاجه، وهكا كراني عقلي كله معلق معاها. وكيقول لك الله يسمح لنا من الوالدين، لان باش تكون ام راه ماشي سهله. وكيقول لك ربي كيقول لك يعني كيوسع الوالدين. كما هما كيدوزوا هما كي في الدار، هي معصبه في الدار وانا معصبه معاها. والله الا انا معصبه معاها، ما مرتاحاش من ملي كنشوفها هكاك معصبه كنتعصب حتى انا. ان شاء الله ربي غادي يستر لها الامور، وان شاء الله غدوز الظروف مزيانه. نرجعوا انا وحدك، حنا باقيين معاكم. انت وليدك عطيتيه الزبيب، عطيتيه الدعم النفسي، التمر. عطيتو التمر. كان كيوجد البارح؟ كان تيوجد. من فوقاش هو بلا؟ قبل من البارح هو تيوجد. ايوا نتمناو من الله التوفيق للجميع، لان هذا العام هذا القرايه شويه ناقصه. صحيح مع عاد كورونا، مع ظروف استثنائيه. نتمنوا من الله يهز علينا هذا الوباء هذا ويرجعوا لقرايتهم العاديه، ونتمنوا التوفيق للجميع. امين. يعني انا كنشوف في التعاليق ناس اللي كيقولوا جبسوا اليوم البكية حيت كيشوفوا الوالدين كيفاش. يعني ما كاينش هنا شي صاحبتها اللي كتسناها ولا شي جارتها ولا الوالدين. الوالدين سورتو الامهات. الامهات واخا تيقول لك جلسي بحالك في الدار قضي شغلك ما تتبعيناش، ولكن حنا الكبده ما مرتاحينش.
شي دعوة ليهم والله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع حبيبي. امين يا رب العالمين. مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نخليوك انت بعد قليل. اذا حنايا امام ثانويه المسيره الخضراء التاهيليه، كنشوفوا الوالدين الله يسمح لنا كيف ما قلت، من الوالدين اللي جاوا وكيتسناو وليداتهم، برغم ان وليداتهم قال لهم صافي ماما غير سيري غير خلينا رحنا قادين، لانهم تما كيحاولوا ما يخليوش والديهم يخافوا، لكن رغم ذلك بقاو مصرين على انهم كيحسوا الا بقاو حدا المدرسه راه كيقدموا لوليداتهم داك الدعم النفسي، واخا ما كنوش عارفينهم بلا راه حدا المدرسه. على كل حال نتمنوا النجاح للجميع، ونتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا السداد للجميع، والله ينجح الله ينجح الجميع. الى هنا سيادنا نقول لكم انتظرونا بعد قليل في بث مباشر اخر. دمتم بالف خير والى اللقاء.